المره دي عمليه صعبه قوي. وانا سداد. صاحبك هينقل شحنه مخدرات كبيره من مصر لسوهاج. صاحبي مين؟ مهران. هو في حد غيره؟ طب وهنعمل ايه؟ الشحنه دي لو وصلت صاحبها هيوقف على رجله ويرجع يشتغل في سلاح تاني. ده اللي انا مش عايزه. خلاص يبقى الشحنه دي ما توصلش. هنشوف هنعمل ايه. مهران مأمن الدنيا ورشش على كل العوائل اللي ماسكه الطرق. صارف كتير ومعاه رجاله اكتر. سهله. سيب الموضوع ده عليا. هي الشحنه بتتحرك امتى؟ رفضك. انزل. راجل يا عبد الله، بس مش فاهم انت جبت رجاله مهران ومعاهم الدليل ليه؟ عشان شافوني يا معلم. لو حد فيهم وصفني راضي ولا مهران الموضوع كله هيتعرف. انت غالي عندي يا عبد الله. تاخدوهم محجر الجير وتنزلوهم حمام السباحة. أموتهم لك موتة مخصوص، محروقين وغرقانين. ألو. أيوة يا راضي. بشرني. الحاجة وصلت؟ وصلتوها لأصحابها؟ إيه؟ أنت بتقول إيه؟ طب اقفل. أنا جاي حالاً. في ايه؟ انت رايح فين؟ رايح المكتب. انت بتقول ايه؟ بتهرتل بتقول ايه؟ ده انا اولع فيكم كلكم. محدش فاهم حاجه يا زعامه. الشحنه بالرجاله بالدليل كلهم اختفوا. لا يا شيخ، يعني العفاريت طلعوا على الرجاله في الصحراء خدت منهم المخدرات علشان يتكيفوا؟ ما تقول كلام متقال. هو ده اللي حصل يا زعامه. يكونوا الناس اللي كانوا معديين عواد دول هم اللي عملوا كده؟ ما يقدروش. انا واخد عليهم عهد، مصلحتهم معايا. امال مين طيب؟ انت بتسالني انا؟ انت خبت ولا ايه يا راضي؟ راضي، انت تاخد معاك دليل واثنين وثلاثه وتجمع الرجاله كلهم. انا عايز الصحراء دي تتغربل حته حته. لازم اعرف الشحنه دي راحت فين. حاضر. في حد عارف اللي حصل ده؟ لحد دلوقتي لسه مفيش غير عواد. اوعى حد يشم خبر باللي حصل ده. انا مش عايز السوق يفرط مني. ماشي.